في أول أيام عيد الأضحى المبارك. تعالوا نروح لجولة كده في المحافظات عشان نعرف أهم وأبرز الأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح. في الوادي الجديد تم إطلاق مبادرة لتخفيض سعر اللحوم، أيضا تم تشغيل 14 مكتب بريد خلال أجازة عيد الأضحى بالأليوبية، وده طبعا لخدمة المواطنين. كمان في شمال سيناء تم تشكيل فريق لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع، وفي محافظة الشرقية توزيع 22 ألف كيلو لحم على المستحقين والأولى بالرعاية، وأخبار تانية كتير من محافظات مختلفة هنستعرضها في السياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث، أبرزها أن محافظة الوادي الجديد أطلقت مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم البلدية الطازجة بسعر 200 جنيه للكيلو، وطرحها أمام المواطنين بجميع منافذ البيع التابعة لديوان عام المحافظة والمنافذ المتحركة، وده تزامناً مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. وأعلنت المحافظة عن تواجد اللحوم الحمراء الطازجة بأسعار مخفضة عن مسيرتها بالأسواق بسعر 200 جنيه للكيلو لرفع المعاناة عن كاهل الأسر وللحد من ارتفاع الأسعار وتواجدها طول اليوم بجميع المنافذ بالقرى والمدن. محافظة الأليوبية أعلنت أماكن عمل مكاتب البريد خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وتم تخصيص 14 مكتب بريد على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين في العيد وصرف المعاشات لكبار السن والفئات المختلفة خلال الأجازة. وشملت أماكن عمل مكاتب البريد في عيد الأضحى بنها البلد والقناطر الخيرية وطوخ وأليوب المحطة وأها وكفر شكر الرئيسي والمنشية الجديدة بنها وأبو زعبل والخنكة الرئيسي وبسوس مركز القناطر والخصوص وشبين القناطر الرئيسي وشبين القناطر فرعي وكفر شكر فرعي. محافظة الإسماعيلية أعلنت أن إجمالي كميات القمح الموردة منذ بداية موسم حصاد القمح بلغت 32262.428 طن من القمح المحلي، واللي تم توريدها لمراكز التجميع داخل المحافظة بنسب توريد بلغت 84% من المستهدف. مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية نظمت قافلة بيطرية مجانية بقرية كرانشو التابعة لمركز بسيون في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ضمن مبادرة حياة كريمة، وتضمنت فعاليات القافلة تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج ل 965 حيوان و 3050 طائر وصرف التحصينات والأدوية. استقبل مطار مرسى علم الدولي 22 رحلة طيران دولية أوروبية من عدة دول مختلفة ضمن 126 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، وبتجري السلطات المختصة داخل المطار عملية لتسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم لأرض المهبط حتى نقلهم إلى الفنادق مقر إقامتهم. محافظة شمال سيناء أكدت قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية بتشكيل فرق عمل لرفع مخلفات الأضاحي والجلود من الشوارع أولاً بأول حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وده بالتنسيق مع شركات النظافة المتواجدة بنطاق كل مركز. مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية أكدت أن المديرية بالتعاون مع جهات التحالف الوطني خصصت 22500 كيلو لحوم بلدي ومستوردة توزعها على الأسر الأكثر احتياجاً من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة الشرقية، وبيتم التوزيع من أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق. مديرية الصحة بكفر الشيخ نظمت قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده بقرية الشهبية بمركز بلطيم. شهدت القافلة تردد كبير من أهالي القرية خلال فعاليتها للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، وقدمت القافلة خدمتها الطبية ل 1092 مواطن من المترددين عليها، وشملت 8 تخصصات بـ8 عيادات هي البطنة، المسالك، الأطفال، الجلدية، العظام، الجراحة العامة، النساء والتوليد، وتنظيم الأسرة.